السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. تجاوزات ما قال هيك بهالصوره، ما قال رفع التجاوزات بهالصوره، قال رفع التجاوزات اللي خارج نطاق العقل. ما قال لك انت فلش سياج العائله وخلي العائله بلا ستر، قال لك فلش سياج العائله. والله ايش يابا، شويه من الدنيا عن الرصيف، ماكو مشكله، متجاوز اعطين دار، انطين دار يومين ثلاث ايام اربع ايام على ما يبني سياجه، واقول له عمي ترى اني افلشك زين، انت فلشت المحلات على عيني وعلى راسي. البيوت اللي ما بيها محلات، هذا مثل هذا ما بي محل، هذا ما بي محل، ذاك ما بي محل، هاي العالم شنو ذنبها؟ شنو وضعها يعني؟ وين راح تروح؟ هذا ايش قال لي راده الله يبني له سياج استرحاله؟ عائلته وين راح تروح؟ عمي شو القضيه؟ حسن منديل محافظ بابل ما شفناك هديت على 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 عمار هده وحده، بس على التفنيش ما شفناك هديت على عمار، لا انت ولا اللي قبلك ولا اللي بعدك ولا اللي حطك ولا اللي نصبك ولا اللي جابك على المحافظه خلاك، ما شفناكم هديتوا على عمار ونظفت المحافظه عن بكره بيها، على الخراب تفلشون وتدرون وجاكم ترحون. برلمانيين عندنا هنا بحي نادر الثالثه ما حد جا وقف لمنطقته وقال هاي المنطقه تعاني، صار 14 15 16 14 سنه 20 سنه صار لها هنا تعاني، ما حد جا فزع على هاي الناس ولا حد جا شاف ايش عندها ما عندها. بس والله يا شباب متجه تجاوزنا على مترين عن الشارع او متر ونص، تجي تفلشه تخليه بلا ستر. ليش عم ليش تضربون العالم؟ ليش تضربون العالم؟ خلي شوفوا منين جيتوا انتم، منين جيتوا انتم، منين جيتوا؟ منين جيتوا كلكم اللي بالحكومه، منين جيتوا؟ جيتوا من لا شيء، جيتوا ما كانت الناس تعرفكم، لا احنا نعرفكم ولا ابهاتنا تعرفكم ولا اجدادنا تعرفكم ولا حد يعرف واحد فيكم. جيتوا وصرت بالدوله وصارت عندكم الامكانيه بان تفتشون بيوت الناس، ابناء جدتكم ناس فقراء، اهالي نادر الثالثه ناس فقراء تعبانين، كل شيء ما عندهم. انت فلشت المحل مالته، هو باني له محل عايش فيه، انطيه 250 شهريه من النفطات مالاته، مو من عندك لا خلفت الله عليك، ولا تطلي من جيبك ولا تصرف من جيبك، بس انطيه 250 خليه يعيش فيه مكان المحل اللي فلشته. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. المقطع اللي شاهدتموه الآن هو حملة لإزالة التجاوزات والعشوائيات كما تسميها السلطة. هذه الحملة توجهت ضد من ترى بأنهم ارتكبوا تجاوزات أو مخالفات ببناء غير قانوني، وقامت بإزالتها، منها منازل سكنية ومنها محلات تجارية وغيرها. هناك حالات إنسانية كثيرة الآن أصبحت تعيش في العراء في ظل عدم توفير بديل من قبل حكومة بغداد، وبالتالي هذا الموضوع يثقل من أو يفاقم من مأساة ومعاناة الناس الذين يعيشون في العشوائيات أو الذين لا مأوى لهم الآن، وارتفعت هذه الأعداد في ظل هذه السياسات الحكومية التي لا توفر بديل. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن الانتخابات، الاستعدادات الحكومية لإجراء هذه الانتخابات المزعومة، ومساعي أحزاب السلطة للترويج لنفسها ولشخصياتها ولأحزابها، ومحاولة أيضا وعد العراقيين بالمزيد من الوعود التي شبع ربما المجتمع العراقي من هذه الوعود على مدى 18 عاما من حكم حكومات الاحتلال. هذا المشهد الذي تابعتموه الآن مشاهدينا الكرام هو جزء من منظومة كبيرة من فساد وخراب وسياسة غير مفهومة تدير هذه الدولة وتسير الأمور بطريقة عشوائية، بطريقة فوضوية تخريبية. طبعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أكد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول المقبل. المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم قال إن الحكومة استكملت كل المتطلبات الخاصة لإقامة الانتخابات المقبلة وتوفير السبل المتاحة لنجاحها، وأكد عزم الحكومة إجراء انتخابات بموعدها المقرر في 10 من تشرين الأول المقبل. طبعا اليوم نسأل المشاهدين الكرام، هل بقيت هناك ثقة بين العراقيين وبين هذه الحكومات؟ هل سيتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم؟ من سيختارون؟ من هي الجهات التي تستحق اليوم في ظل حكومات ما بعد الاحتلال وهذه الأحزاب وهذه الميليشيات
أن تكون الشخصية المناسبة أو الجهة المناسبة لإدارة العراق؟ من هناك يصلح لإدارة شؤون البلد بعد تجربتهم ل18 عاما من حكم هؤلاء، تجربة العراقيين مع هؤلاء؟ هل هناك جهة وطنية قادرة على نزع السلاح من الميليشيات، على تنظيف البلد من هذا الفساد الموجود، على بناء مساكن ملائمة للعراقيين وانتشالهم من المخيمات ومن الشوارع التي ينام كثير منهم فيها بسبب عدم امتلاكه لأي شيء في هذا البلد، البلد الغني، البلد الثري؟ هذه الأسئلة. لدينا أيضا مشاهدينا الكرام، ضمن سياسة المحاصصة الطائفية السائدة في العملية السياسية في العراق، الناطق باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري ألمح إلى إمكانية أن يحصل نوري المالكي على ولاية ثالثة. هذا الشخص عندما يصرح بهكذا تصريح استنادا إلى ماذا أو على ماذا؟ ما الذي قدمه ائتلاف دولة القانون وما الذي قدمه نوري المالكي خلال فترتي حكم فيهما العراق؟ قال كثيرون إنها الفترة المظلمة في تاريخ العراق الحديث، كانت فترتا نوري المالكي. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام هذا المقطع الذي تداوله ناشطون عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لمواطن عراقي بدأ نهاره بشكل طبيعي، ذهب إلى محله ليفتتح المحل ليبدأ مزاولة عمله. شاهدوا ما الذي وجد أمام محله التجاري، وكيف تعامل مع هذه المنشورات المروجة لأحزاب سياسية وطبعا نور المالكي على رأسها. صباح الخير عيني، أجي أريد أفتح المحل عيني ولقي هاي الشهر الزفرة قدامي من الصباحيات. ايش تتحرى بس هدفتها من تلقى هيك خلق من الصباحيات، يا رزق راح يجيك نشوف ذول الزبايل قدامك، يعني إذا افتهم يا رزق راح يجيك. ذولا مصيرهم وين؟ هذا مصيرهم، تمام؟ مزبلة التاريخ. هكذا يرى مواطن عراقي وهو لسان حال كثيرين في العراق اليوم. محمود من الموصل أول اتصال معنا، حياك الله محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق كلمه اللي قدمته الانتخابات، هذا عميل مجرم ارامل بواد، نعم، تلقى قاعده تفجر ولعب بدياله، قالك يا بحر من الدم وتطلع بحر من الدم، هذا كبر تطلع فوق. والله والله ما في انتخابات، واحد من هذول الباحثين حتى يومنا تخرب الدنيا. نعم، هذا لعب بدياله، برحم الله عدل عامري، ولعب بكركوك بالطيارات، والعب القديم فقط. هذا مقدم لنا، هذا من انتخبوا؟ من انتخبوا هذا؟ ومن انتخبهم ذولا؟ ذولا من انتخبهم عشان يقدموا ذولا؟ ما لهم عندنا يا ذولا، هم حقيقيين. نعم. هم ايرانيين. اي قانون يوافق عليهم؟ اذا انهم مقنعين من طبق الشعب هو يقررهم، ما يقررهم. نعم. يقرر الشعب. انتك 70 80 مليون خلال يوم انتخاب، ما تعدل الانتخابات ابدا. يوم 10 ننتخب اللي نريده. اذا انت يا سيد محمود حضرتك مقاطع لهذه الانتخابات. نعم. انت مقاطع للانتخابات. شلون مقاطع؟ يعني مقاطع ولست متعاطف، مقاطع. نعم. هذول ما لهم. نعم. هم دار عدنا لعبة بينا، ناس يابا سجناء اخي الركرة وناس يابا الحدود مخصبت، وناس يابا ساعة الحديد، وناس يابا ساعة المواش، وناس يابا سجوا المعاش مخصبتين. نعم. بيناتهم هذا الشيء ما لها دعا عدنا دوليا، ما مو مقبولة. طيب دوليا هي مقبولة. سيد محمود من الموصل، أنا أشكر حضرتك، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك للمشاركة. إذن هناك دعوات لمقاطعة هذه الانتخابات من العراقيين، وأيضا نتساءل مشاهدينا الكرام لكي يكون الطرح بشكل عام، هل تستحق هذه الأحزاب أن تنتخب مرة أخرى؟ هل تستحق هذه الحكومات الشخصيات التي تنتمي إلى الأحزاب أو مستقلة ضمن هذه العملية السياسية إذا كان هناك مستقلون أصلا، هل هناك من يستحق أن ينتخب مرة أخرى في العراق؟ ما الذي قدمته هذه الأحزاب طيلة 18 عاما من حكمها؟ إلى أين أوصلت العراق اليوم؟ هل يمكن لإنسان عاقل داخل المجتمع العراقي، داخل هذا البلد الغني،
الذي اليوم تعمه الفوضى والفساد والميليشيات والسلاح والاختراقات من كل الدول، هل يمكن أن يسمح ببقاء هؤلاء مرة أخرى لأربع سنين قادمة في الحكم؟ معنا اتصال السيد حسين من البصرة، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتخابات ما حد ينتخب. نعم، ما حد ينتخب، هي دولة ما في تختار رئيس. صوتك مو واضح، غير مكانك يا حسين لو سمحت. نعم وياك. احنا عندنا معتقد نطالب بلعب العقد. اي. قال 3 سنوات بالسجن حمدان. معتقل شنو التهمة؟ والله اخويا مشاجرة ابو تحولك ما ادري شنو. واي والله. مشاجرة. طيب، فقدنا الاتصال مع حسين من البصرة. ناشطون مشاهدينا الكرام كشفوا عن قيام أشخاص تابعين لجهات سياسية بتقديم مبالغ مالية لسكان الأحياء والعشوائيات في أطراف العاصمة بغداد مقابل الحصول على بطاقاتهم الانتخابية. يعني هذه الآن عملية شراء الأصوات من قبل المحتاجين، الذهاب للفقراء للمحتاجين للذين يقطنون في العشوائيات ويعيشون في أماكن غير صالحة للعيش فيها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب حاجتهم، ويتم استغلال هذه الحاجة من قبل جهات سياسية مرشحة للانتخابات، ويتم شراء الأصوات مقابل مبالغ مالية زهيدة. طبعا لا نعلم إن كان الصوت يصل إلى هؤلاء أو لا يصل، لكن نتمنى أن تصل هذه المناشدات وهذه الأصوات من قبل العراقيين إلى إخوتهم الذين نعم يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، لكن يجب هنا أن يتم التفكير بمستقبل هذه الأجيال، بمستقبلهم وعوائلهم وبلدهم. هل يعقل أن يبيع الإنسان صوته لمجموعة من الفاسدين، مجموعة من اللصوص القتلة الذين يحكمون العراق طيلة 18 عاما؟ هل من المنطقي الإنسان يفرط بحريته وبحياته وبأمنه واقتصاده لمجموعة لم تبقي شيئا للعراق، جعلته في المراتب المتدنية في كل القوائم المعنية بالرخاء والاقتصاد والأمان والسياسة وغيرها من التصنيفات الدولية التي تنظر إلى البلدان وفق معايير معينة؟ هل أبقى هؤلاء شيئا للعراقيين؟ أيضا ناشطون قالوا أن الكتل السياسية تحاول استغلال الحالة المعيشية الصعبة للمواطنين في تلك المناطق مقابل الحصول على بطاقات الناخبين من أصحابها، وأشاروا إلى أن سعر البطاقة في العديد من المناطق الانتخابية في بغداد وصل إلى نحو 300 دولار. ب300 دولار طبعا لا يلام من يحتاج ربما في العراق، وهناك ظروف قاسية تجبر كثيرين على فعل هذا الموضوع، لكن هل من المعقول أن يفرط إنسان ببلده وبمستقبل أجيال كاملة بمبلغ 300 دولار ليعطى هذا الصوت إلى من لا يستحق؟ هل من المنطقي أو من المعقول أن يفكر إنسان بهذه الطريقة ويفرط ببلد كامل في سبيل الحصول على مبلغ سينتهي ربما بعد إنفاقه ببضع دقائق؟ معنا اتصال السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أكو قول لله رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن جحر مرتين. نعم. يعني الانتخابات والتعويل على الانتخابات، يعني أعتقد بعد ما تنطلع على الشعب العراقي، لأنه عرفناهم كشفنا زيفهم، يعني دولة بعد ما يصرفون وهم نفسيتهم قرب الفشل. نعم. يعني اللي قرب الفشل عيب عليه يعني يرجع مرة ثانية يكرر نفس التجربة. يعني هاي قمة، أنا أعتبر اللي يعني هو يقرب الفشل ويعترف بالفشل ويرجع مرة ثانية، هذه قمة بالسفالة. يعني إحنا نريد يعني صراحة، ولو إحنا صراحة إحنا كعراقيين إحنا بعد ما عندنا ثقة. نعم. بالانتخابات والعملية الديمقراطية، لأنه جلبت لنا ناس يعني نعتبرهم سياسية الصفة دولة، فما دولة ما يبنون وطن والعملية السياسية. سيد عبد الرزاق، سؤال لو سمحت. طب
تفضل. اليوم بدي يقومون بحملات من أجل شراء أصوات أو البطاقات الانتخابية لكثير من المواطنين، يذهبون هذه الأحزاب حملات، يذهبون إلى المناطق العشوائية، إلى الأحياء السكنية الفقيرة في محافظات بغداد وغيرها من المحافظات العراقية الأخرى، شراء أصوات الناخبين، البطاقات الانتخابية. طيب، يستغلون حاجة الناس إلى المال وبالتالي يستثمرون هذه المواضيع في الانتخابات. لماذا لم يقوموا منذ البداية ببناء بلد صحيح للناس حتى الناس فعلا تذهب إلى انتخابهم بإرادتهم؟ لماذا يتم الموضوع عن طريق مثل ما يقال يعني دارج محليا، يلزموهم من إيدهم لتوجعهم؟ الناس الفقرة المحتاجة يذهب لشراء صوت الإنسان ب$300 في حين كان ممكن أنه فعلا يستثمر ما لديه من موارد وإمكانيات وصلاحيات ببناء هذا البلد، والناس تروح بالنتيجة تنتخب بإرادتها. أستاذ محمد، هم يشتغلون على هذه الحالة لأنه هم ما يفكرون بالمواطن، ما يهمهم المواطن، هم أهم شيء يبنون إمبراطورياتهم، فيفكر بنفسه ويفكر بعائلته ويفكر بجيبه، أما يفكر بالمواطن. فالمواطن يعرفه بهذه المناسبات اللي هي هو دائما مخلي المواطن الضعيف جسر للعملية الانتخابية. لكنه مع كل هذا ذاك، احنا نطلب من كل المواطنين وكل شعبنا ان لا يبيع صوته، اللي لانه اذا باع صوته يعني ازداد سوء. وصراحة يعني هذا اذا بالشرع يعني شوفها يعني حتى حرام. يعني انت انسان يعني ما مؤمن بي، ما شوفها ما يمثلك، ويعني ترجع يعني ترشحه وتنتخبه، فهذا ما يجوز. الشيء اللي يعني استاذ محمد اللي صراحة ضحكني هو البلد يعيش في فوضى، وشوف الحكومة العراقية يعني يوم السبت راح تعقد يعني دول جوار العراق. يعني الصراحة يعني انت شوف يعني شو اللي انت لما بلد يقيم مؤتمر لازم يكون البلد مستقر آمن. لكنه وين هو الاستقرار وشنو الدافع؟ يعني احنا عندنا مثل يقول معدلة للغير وخفقة على بيته. يا اخي انت تعدل البيت مالتك، اعدل شوف الوضع مالتك، العراق ما مستقر، انت احي الداخل العراق وبعدين فكر. يعني احنا انا شو استفاد من العلاقه اعاده العلاقات السعوديه الايرانيه؟ شو استفاد من العلاقات التركيه السعوديه؟ هذا ما يفيدني، هذا دعايه اعلاميه لرئيس الحكومه. وصلت فكرتك عبد الرزاق. نعم، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا السيد عماد من بغداد، تفضل يا عماد. السيد عماد من بغداد موجود؟ فقدنا الاتصال ويا السيد عماد من بغداد. طيب، خلونا نشوف الآن مشاهدينا الكرام تصريحات بعض السياسيين وآراء شخصيات ضمن العملية السياسية حول موضوع أو بشأن موضوع الانتخابات، وكيف يرون الوضع في العراق، هل هو يسمح بإجراء انتخابات أم لا؟ إن القوى السياسية والكتل السياسية لم تتفق إلى هذا اليوم بالكامل على موعد محدد لإجراء الانتخابات. حدث 10 تشرين وقررت الحكومة وقررت المفوضية، لكن لا تزال هناك بعض الإشكالات وبعض المواقف لدى بعض الكتل السياسية والأحزاب، وكذلك أيضا لدى المفوضية ولدى الحكومة، أن 10 تشرين قد لا يكون هو الموعد يعني موعد المقرر. هذا يجعل الشعب العراقي يعيش في حالة يعني في حالة من 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 الضبابية. كثير من القوى السياسية تميل بشكل أو بآخر إلى تأجيلها إلى نيسان المقبل لغرض ترتيب أوراقها وتحشيدها الجماهيري، فضلا عن أن المقاطعة التي تلوح بها والانسحابات التي لوحت بها عدد من القوى سواء المشاركة في العملية السياسية أو من خارج العملية السياسية سيكون له أثر سلبي على
إقبال الناخب على صناديق الاقتراع، القوى السياسية تريد انتخابات ممكن أن تمنحها شرعية حقيقية أمام الشارع العراقي، لا سيما وأنها تدرك بأن عنصر الثقة ما زال مفقودا بينها وبين الناخب العراقي. مشاهدينا معنا السيد أبو حسين من الرمادي، تفضل يا أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، حياك الله، أهلا وسهلا. يعني احنا من ننتخب شنو الحب؟ نعم، لا هي الحكومة. طيب أبو حسين غير مكانك لو سمحت، مدى أفهم عليك. والله جاي أسمعك أنا، صوت واضح. طيب تفضل. ألو. تفضل أسمعك. أقول لك يعني ننتخب إيران، إحنا شنو هي حكومتنا هي هاي؟ نعم. ألو. أسمعك يا أبو حسين، كمل تفضل. أقول لك ننتخب إيران حكومة إيرانية. أي. مو واضحة. نعم. وسلب ونهب وجوع ومآسي. هل ستنتخب، هل ستذهب، هل ستشارك في الانتخابات يا أبو حسين؟ لا مو يزوغ علي. نعم. أي أي أين الوجهت لنا الحكومة؟ أين الوجهت لنا يا تنتخب؟ سلب ونهب واعتقالات. هل تجد شخص مناسب موجود في العملية السياسية أو جهة مناسبة تستحق أنه هي تنتخب؟ ما شفت واحد. لا نعم، كل من يجيبه يحط بجيبه. مو كلهم دا يقولون دا نريد نبني لكم عراق جديد ونبني ديمقراطية وبلد مستقر وما أدري شنو. هذه الوعود وينها؟ وين التطبيق؟ كم سنة هاي؟ كم سنة صار هذا الحكي؟ نعم، على ورد. يسعون لإجراء انتخابات ويقولون انه هي ستكون انتخابات نزيهة. ليش ما كانت نزيهة لعد بالسابق؟ ابو جاسم كم سنة هاي انتخابات نزيهة؟ نعم. انا انتخب اي عراقي ينتخب هاي الحكم. نعم. وانا اشكرك طبعا. شكرا جزيلا يا ابو حسين من الرمادي. السيد أبو حسن من بغداد، تفضل. أبو حسن من بغداد موجود؟ أيوة. السلام عليكم. حياك الله، أهلا وسهلا. شلونك أخوي محمد؟ الله يسلمك، حياك الله يحفظك أخي. هاي الحكومات المتعاقبة كلها ما تخدم الشعب، يعني خلي يعطوني منجز سووا للعراقيين. أشو الناس بالخيم، البيوت مهدمة. نعم. الجوع، الصحة، الزراعة، الصناعة كلها ما سووا بيها شيء. دمروا الشعب ودبوا دول المخدرات والمعتقلات والإهانة والمذلة. ليش ينتخبون؟ اللي انتخبهم لازم منعدوا فيهم دليل إيران. هم دول كلهم عبيد إيران وإسرائيل وأمريكا وبريطانيا. نعم. يعني هذا التاريخ لما انطبقوا الاحتلال، طبعا الاحتلال ما يسوي شيء لاي بلد، بالعكس يدمره يأذي يهتكه. والدليل مال افغانستان، يعني ودوا تكرم الشلاب اجلك الله بطياره خاصه وعلى كيفهم وبالتدريج، والبشر هناك حتى عملائهم، اقصد عملائهم خلوهم يعني مثل شلون تقول عليه، ما بحكي عيب عليه، يعني دليلين ومهانين. فهذول الحكومه بينتخبها لازم يكون منها وبيها ولازم عبد لهم. فهو هذا الاحتلال شو تجي لك؟ يجي لك الدمار والتدمير. يعني ذاك اليوم مره تقول انا ابني اربع سنين ما شايفته. نعم. فكروا هذول اللي يسموهم نفسهم سياسيين بالمعتقلين، فكروا بالناس اللي بالعراء نايمين بالخيم والبرد والحر يجيهم. فهذول كلهم نفس احد يعول على واحد منهم، مستحيل. ليش؟ راح اعطيك السبب، السبب الرئيسي. ما دام حزب الدعوة العميل يحكم البلد، حتى لو إنسان أكو إنسان بأنه يقول أنا سياسي ودخلص البلد، ما يخلوه، لأن هم جايين عملاء ويدمرون العراق. ولكن أشوف يعني أشوف مثل يعني من جماعة الحشد يضربهم أجلك الله بالنعال. يعني أنا هذول كلهم إرهابيين وسفلة. يعني من زمان، من جو 2003 ولا حدث، خلي يعطوني فد منجز في مستشفى
عالجوا الناس ادويه يعني ما مستحيل لا حد يعول على ذولا ويروح ينتخبهم هذا منهم. نعم يعني ويتحمل ويتحمل تبعات اللي حيصير به وبعائلته وبابنائه طبعا طبعا. نعم. اخي محمد هذا يعني لما يشارك وياهم معناته هو مشارك بدماء العراقيين. نعم. وكل الدول هاي المتحالفه مشاركة بدمار العراقيين وقتلهم وارهابهم. ولما امريكا عمرها ما تحب العرب ولا تهتمها. لما جو عندي عساد محررين واسلحه دمار شامل واعترفوا اسلحه دمار شامل ماكو. لكن اي بلد عربي يدينها ويكون يعني له دور للامه العربيه ما يخلوه. طيب. سيد أبو حسن أنا أشكر حضرتك وصلت الفكرة، شكرا لك للمشاركة. عندنا أبو علي من أبو غريب، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويحفظ الرافدين جهنم ومحمد. الله يسلمك حياك على الحديث الممتع. كل مواطنين أبو غريب، كل مواطنين اللي يسوق. حياك تفضل. الله يخليك. بالنسبة للانتخابات أي. انت بالانتخابات الأولى والثالثة والرابعة والسمدر الخامسة مدري هي كأس العالم مدري انتخابات مدري مسيرة من برشلونة إلى فرنسا ما نعرف احنا هسه الثالثة أي. الانتخابات هو من 2003 لهذا ما كل شيء واحد أبو غريب من فلان ابن العشيرة فلان ابن العشيرة فلان ابن العشيرة والواقع بيها الشيوخ العشيرة وأبو الانتخابات أبو الانتخابات يا فلوس باسم العشيرة المفروض من الانتخابات ما يقول فلان ابن العشيرة. هذا الكلام عندكم بأبو غريب لكن نعم لكن احنا تعرف حضرتك ابو غريب جزء صغير من العراق الكبير. احنا خلينا نتكلم بصيغه عامه العراق كله يا ابو علي. اقول لك اروح لحق ابو غريب احنا سميناها يعني حش الطيبين حش العالم كله. نعم. ابو غريب بس احنا سميناها اقليم ابو غريب يعني هذول أهل الانتخابات اللي صاروا واستعينا 70 واحد و60 واحد من عشيرة وهي أبو غريب هالكبر فيها معمل الألبان وفيها كلية يعني باختصار أبو علي أنت ترى أنه ماكو شخص يصلح لينتخب بهاي الانتخابات القادمة أو يستمر بحكم العراق، هذا كلامك؟ أي هي أقول لك هي صحيح صحيح ابو غريب صارت شايف لعبة الماتشة يعني مثلا سمع وما ادري ايش سمع انا انصح الماتش ابو غريب بس يبتعدون عن العشائر سيد ابو علي سيد ابو علي بغض النظر اذا اكو تاثير عشائري او ماكو تاثير عشائري اليوم هل اكو شخص وان كان وطني وان كان مستقل او نزيه يقدر يحكم في ظل وجود هذه الأحزاب والميليشيات والفساد الموجود بالعراق؟ يقدر اليوم يتواجد هذا الشريف الوطني في ظل هذه المجموعة الكبيرة جدا من هذه الأحزاب الفاسدة؟ هو جاي للانتخابات مثلا صعد للانتخابات ولا صوت المدرس كثر راح ضاعة وقف فلوس من أبو غريب طيب. وصلت فكرتك يا أبو علي شكرا جزيلا لك. شكرا وصلت الفكرة يا أبو علي من أبو غريب. أحمد من الأنبار تفضل. فقدنا اتصال ويا أحمد من الأنبار. طبعا مشاهدينا الكرام هناك ترتيبات للتزوير المبكر وترتيبات من قبل الميليشيات تحديدا ميليشيا الحشد لإفادة الأحزاب التابعة لها ضمن هذه الميليشيات ومشاركتها في العملية الانتخابية ستكون محسومة النتائج كما يقولون.
طبعا في دليل على التزوير المسبق لنتائج الانتخابات، القيادي في تحالف الفتح النائب كريم عليوي أكد أن غالبية جمهور تحالف الفتح هو جمهور ميليشيا الحشد، وأضاف أيضا أن تصويت عناصر الحشد لمرشحي الفتح ليس بالأمر الغريب أو الجديد، فكل تحالف له قاعدة شعبية، وأشار إلى أن غالبية مرشحي تحالف الفتح هم من قيادات الحشد، ولهذا سيكون تصويت عناصر الحشد لمرشحي الفتح دون الحاجة إلى توجيه بحسب قوله. يعني كم شخص موجود ضمن الحشد؟ بغض النظر عن الأعداد، بحسب هذا التصريح مضمونة هذه الأصوات للميليشيات. معنا اتصال. ريا من أمريكا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أنا بس عندي تعقيبة صغيرة. تفضلي. يعني مع الأسف إحنا نظرتنا مدى نقدر نتفائل تماما. ليش؟ السبب إنه الشعب العراقي ما ممكن يتوحد. يعني كل هذا الفات، لو إحنا هسه إذا نريد نبدي بداية جديدة نتوحد على شيء واحد وهو مقاطعة الانتخابات. نعم. خلي الشعب العراقي كليته يقطع الانتخابات، يعني ال 300 دولار خلي اخذها من عندهم بس اروح واقشمرهم وما انتخب. هي اللي دي يصير بموضوع ال 300 دولار، دي ياخذون البطاقه الانتخابيه من الشخص يا ريا. يعني تاخذ هذه البطاقات ويتم وضع الصوت من قبل الحزب في صناديق الاقتراع. يعني شلون يشترون البطاقه للناخب المفروض يستخدمها للانتخاب؟ لا، هم ياخذوها ويرتبون الموضوع من بعيد. هذا اللي يصير. بس والله استاذ محمد، حتى لو ما راح ياخذون هاي ال 300 دولار من كم شخص، اتاكد عندهم الف طريقه والف وسيله للتحايل، ويلفون ويدورون والا يخلون هم اللي يفوزون. شفناها بالسنين السابقه، ماكو انتخابات احنا منتخبنا بيها، ونروح ونتعنى ومن نخلي الورقه عبالك ورقه الامتحان مال السادس، وكل شيء ما حصلنا. ليش ما حصلتوا شيء يا ريا؟ شنو السبب انه اصواتكم ما راحت للجهات اللي انتم ورتوها؟ لان هم مره خلوا الموظفين بالمفوضيه يتلاعبون، ومره صار حريق واحترقت الصناديق. نعم. وكل مره يطلعوا لك في الطريق. يعني هم هذول كلها حياتهم وجيتهم للعراق، هم يردون يدمرون البلد. طيب هذا الكلام يعني أنه هذه الانتخابات ما راح تختلف عن اللي سبقتها من انتخابات، لأنه هي تتم عن طريق نفس الأشخاص، نفس الجهات. اللي زور قبل، شنو اللي حيمنعه من التزوير مرة ثانية؟ أيوه، هو ولهذا هو قطعا هالدائرة المفرقة. لو الشعب العراقي، يعني عمرنا كليته ما توحدنا مع الأسف، خلي نتوحد بهالشغلة ونقاطع الانتخابات. ولو هم بال20% سووها وقالوا نجحنا وبالتزوير. نعم. مالتهم. نعم. شكرا جزيلا. شكرا يا ريا من أمريكا، شكرا لك. السيد أبو ياسين من ديالة، تفضل. أبو ياسين، حياك الله أخي محمد. أهلا وسهلا، بارك الله بك. حياك. حياك كان المحترمين. أهلا وسهلا، تفضل. يا أبو ياسين محمد، الانتخابات السابقة المرجعية تخدع للشعب، ما تغيب تحرم عليه زوجته، وخدعوا العالم وصلوا شرعية إلى هاي الحكومة التبعية تبعية إيران. فاليوم الشعب ما عاد يتقشمر. نعم. إذا أكو شعب سدد ينتخب، وإذا في عقولنا هنا ما ينتخبون. 18 سنة و 19 سنة شنو اللي قدموا غير القتل والطائفية والتهجير والتردي بكل الوزارات؟ نعم. فاليوم معقول أكو شعب ينتخب؟ والله يا محمد ما حد يتخفهم، بس احزابهم ودول ديوت الاحزاب والبقشيه. اما انت ذكرت في بدايه كلامك جهات دينيه كانت تحث على المشاركه بالانتخابات، الانتخابات الاولى اللي هي ب 2005، وهاي الجهات الدينيه كان لها ذراع بكل انتخابات تلتها ودفعت الناس للمشاركه بالانتخابات. شنو اللي حيمنع هذه الجهات اللي تتحدث في المنابر عن مناهضة الفساد، عن رفض وجود الفاسدين، عن المجرب لا يجرب، ولكن المجرب عاد مرة أخرى إلى الحكم، لماذا لا تخرج هذه الجهات الدينية بنص صريح بمقاطعة الانتخابات كما يريد الكثيرون من العراقيين؟ نطور دعم للجمعة ونطور دعم للتدخنات
وركز هاي الحكومه الولائيه وهاي المرجعيه اللي تقول المدرب لا يجرب هاي تحسين صورتها فقط ولكن تهنى الجنوب والفرات الاوسط العرب الشيعه الشرفاء الوعي والفكره هذه بعد ما عاد تنطلع عليهم ما يستقبون ولا يرشحون اي واحد من دول المنتخبين. نعم. بعد هاي المرجعيه بعد ما تجي على فشلها. بس سألت حضرتك سؤال واريد اجابه مختصره لان الناس ينتظرون. هل تتوقع بانه هذه الجهات الدينيه اللي تدفع باتجاه المشاركه بالانتخابات ليش ما تطلع مثل ما دفعت للمشاركه وترى الناس اليوم اصواتهم كلهم ضد الانتخابات، ليش ما تؤيد وتساند العراقيين وتقول قاطعوا الانتخابات؟ ليش ما تقول هذا الكلام؟ احمد الصافي كان بالجمعيه الوطنيه هذا من المرجعية ممثل للمرجعية ويطلع مهد الكربلاء يجعجع على الناس الفقراء ويشجع على القتل وكثير معممين فكيف محمد يسلمون هاي بعد هو اللي من قال نور المالكي ما قال على استباطا قال منو من يطيع ياخذها من عندنا وهذا انه انهم مرروا المشروع الايراني المرجعية تابعة لايران وتابعة لهذا السياسيين طيب. فانا تقول اهلنا السنة تحديدا عيب عليهم تقبل ليش؟ لانه ذولا ممثلكم ويوم راحوا استعدوا والقتله مالتكم. طيب اجلكم ابو ياسين انا اشكر حضرتك وصلت الفكره شكرا جزيلا ابو ياسين وحتى لن نتطرق لموضوع سنه وشيعه في هذا الموضوع العراقيون جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفيه الفكريه الدينيه بغض النظر هم جميعا ابناء هذا البلد يقع عليهم الضرر بشكل او باخر ان كان ضررا بتدمير مدنهم ومحافظاتهم وجعلها منكوبه أو إفقارهم وتجويعهم وتشريدهم كما يحصل وقتلهم في التظاهرات كما يحصل وحصل في وسط وجنوب العراق. أحمد من الأنبار تفضل يا أحمد. أحمد من الأنبار تفضل يا أحمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمعني من التليفون يا أحمد لو سمحت. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله. طبعا احب احييك على هذا البرنامج يعني صوت وصوله صوت الفقراء وكل العالم يعني. حياك الله. اهلا وسهلا. بالنسبه للانتخابات استاذ محمد يعني هواية من المسؤولين وعدونا بان عادة الملف سجناء والمغيبين. تمام. وما ماكو يعني هاي كل ما تصير انتخابات انا عند اخويا طبعا معتقل. نعم. من 2015 اخذوه وزراء السلام هو يعني انسان فلاح. نعم. ليش اخذوه؟ اخذوه وزراء السلام يعني شو من صار تحرير الجزيره السامره. اخذوه شنو تهمته اخذوه؟ وباي حق ياخذوه اصلا سرايا السلام؟ والله يا استاذ محمد اقسم لك بالله فلا يعني لحد هاي الساحه ما واجهناه. نعم. وين موجود؟ موجود هسه يعني بسجون ما خلينا يعني عجزنا واحنا نسال. ما تعرفون مكانه؟ ما نعرفه استاذ. نعم. اليوم مقتدى الصدر طبعا هو قال انه انا انسحبت من العمليه من السياسه ومن الكذا، لكن هو أساس كل حكومات الاحتلال اللي تشكلت. هذا الشخص إذا أجا وترشح ويريد يلزم مناصب أكبر في الحكومة القادمة مش ممكن يسوي بالعراقيين إذا هو ميليشياته تخطف وتقتل وتسرق وتدمر. بس لو تسمعني من التليفون. تفضل يا احمد. نعم استاذ وياك. سمعتني؟ سمعتك استاذ جزاكم الله خير وان شاء الله يظل صوتنا للمسؤولين ان شاء الله يعني الناس الطيبه مثلكم مثل امثالك الله يسلمك يدحقون على هذا الفقير. ان شاء الله صوتك يوصل يا احمد. انا اشكرك شكرا جزيلا لك للمشاركه. اتمنى بس من الاخوه المشاركين انه يخفضون صوت التلفاز ويسمعونا من الهاتف فقط لكي لا يحصل صدى مثل ما حصل ويا السيد احمد. اسامه من كركوك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول مرة أشكرك على هذا البرنامج، أشكر القناة. الله يسلمك، حياك. أستاذ، بالنسبة للانتخابات، نعم، هاي الانتخابات أضحوك على الشعب العربي. أي انتخابات؟ شرح تشوف لنا هاي الانتخابات؟ تشوف مزيد من القتل والتفجيرات والخطف والمخبر السري. ما راح يغير شيء، راح ما تجينا ملاك، هم نفسهم الباقيين هم راح مثل ما متقاسمينها عرانيص. الأمريكان هم الشر البلية، هم الأمريكان اللي جابون هاي الشلة التعبانة. يعني ايش رايك غيرانة راح يقضون على الفساد، يبقون صراحة الناس الأمريكان اللي المخبر السري ما راح يتغير شي، نفس الشيء هم متجاسمينها عرانيص دار. وهاي الحوكة يضحكون على الشعب العراقي. مع احتراماتي لك للي يسمعني، نعم، يعني هاي النقطة، هاي النقطة، الشعب العراقي أو جزء من الشعب العراقي اللي لا يزال يصدق بهذه الأحزاب، لا يزال هناك من يعتقد أنه هذه الجهات، هذه الأحزاب قادرة فعلا على إجراء انتخابات نزيهة وبناء دولة حقيقية. هذا الشخص شو توجه له كلام؟ قلت لك وللي يسمعني، هذا مثل ما اقول يمنا، هذا نايم كفي، ما ادري ما ادري هي حقيقة انت وليس على شنو يعني. ما هذا انسان مغفل، مع احترامي، عصر 18 سنة شوه للعراقيين للاسف، كل الانتخابات شو قبل من الانتخابات. نعم، ما 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 شيء تغير. واشكرك على هذا البرنامج استاذ. شكرا جزيلا سيد اسامة من كركوك. عندنا رسالة من السيد حسين الكعبي من محافظة ميسان، يقول السلام عليكم، تحية لك أستاذ محمد وتحية لقناة الرافدين. أخي العزيز، الانتخابات بالعراق أضحوك على الشعب العراقي، أي تغيير بالانتخابات ما راح يصير. كل الانتخابات السابقة هي مزورة وتم تزويرها منذ 18 سنة، ونفس الأحزاب ونفس الوجوه. أنا كمواطن كيف أثق بالانتخابات ومفوضية الانتخابات التي تشرف على الانتخابات هي من نفس الأحزاب؟ كيف أثق وكل المشرفين على الانتخابات هم متحزبون؟ كيف أثق ومناطق بالكامل تحت سيطرة الميليشيات؟ كيف أثق وسلاح السلاح المنفلت هو من يحكم البلد؟ ولذلك أن نكون واقعيين، أي انتخابات بالعراق هي غير نزيهة، والله مراكز انتخابية بالمناطق النائية بالكامل تزور لجهات حزبية تمتلك السلاح. أنا كمواطن لا أثق ولا أشترك بأي انتخابات في ظل وجود فوضى السلاح المنفلت. هكذا يرى حسين. السيد أبو أحمد من صلاح الدين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أي انتخابات منتخب. شلون؟ أي انتخابات منتخب؟ شين تخصين يا الله؟ نعم، أنا دا أسأل، أنت مواطن اليوم تشوف أكو جهة تستحق؟ ما في أي جهة تستحق هاي الانتخابات. نعم، هل تعتقد بأنه هذه الجهات، هذه الأحزاب قادرة على إجراء انتخابات نزيهة؟ لا والله مو قادرة ولا أعتقد نهائيا. ليش؟ لأن شفناها يعني قربناها من قبل. ما سووا شيء نهائيا، ما سووا شيء. نعم، هل بنوا مدرسة؟ هل بنوا مثل؟ هل سووا شارع؟ هل سووا مشروع؟ نعم. أي شيء ما سووا نهائيا ترى. نعم، هاي من قديم يعني، فيها خرائط وصايرة من زمان كان عليهم هم. هاي السالفة هم أي شيء ما سووا، ما قدموا شيء، أي شيء جديد هم نهائيا ما سووا. نعم سيد أبو أحمد، يعني أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. ويانا آخر المتصلين أبو أسامة من مدينة الموصل، تفضل يا أبو أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الحياة والدوم. الله يسلمك. أستاذي يعني على حضرتكم اليوم، إحنا العراقيين يعني الحكومة تعبتنا، حيل تعبتنا، يعني ما لنا امل. احنا يعني قاطعين الامل من هاي الحكومه. نعم، الحكومه بتساوي الحاليه، يعني ايش راح ايش محصل منها؟ نعم، ستقاطع الانتخابات يا ابو اسامه.
شيء استاذي احنا اذا ما قاطعنا هم الشيء اللي يريدوا يسوونه ويسوونه. نعم. لكن انت بالنهايه قرارك وموقفك كمواطن عراقي بغض النظر عن ماذا سيفعلون، لانه اذا هم طبعا وسيله التزوير هاي ملجاهم، انت قرارك شنو؟ والله قرار احنا يعني كثير من هاي الحكومات معيشين، احنا نريد حكومه وطنيه، نريد حكومه تخلي اول شيء تخلي الله بعيونها. هذا اللي يجينا بس يعني يخلي مصلحته وما يفكر بالشعب، ما يفكر. اسعد انا لو اخوي اسعد يرشح اخوي يرشح عمل، بس ماكو احد يفكر للوطن، ماكو احد يفكر هاي الشعب الفقير اللي حتى الان. أنا أشكرك يا سيد أبو أسامة من مدينة الموصل، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك للمشاركة، وأشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.